الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الأمين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم أيها المستمعون والمستمعات ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في برنامجكم المتجدد وبشر المخبتين. أيها الإخوة الكرام، إن الاستمرار في الطاعة هو دأب عباد الله المخبتين، وذلك أن العبادة لا يتوقف المرء عنها حتى تتوقف أنفاسه، كما قال ربنا جل وعلا: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. لأجل هذا خلق العبد، فما خلق لأجل اللهو والعبث، إنما لتحقيق هذه الغاية العظمى وهي عبادة الله جل وعلا. قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وحين نقرر هذه الحقيقة ونؤكد عليها، فلا بد من التنبيه والتنويه إلى أن الإنسان وإن كان مطالبا بعبادة الله جل وعلا، إلا أنه قد يعتري حياته شيء من الفتور والضعف، وهذا أمر طبيعي، فالإنسان ليس بملك دائم العبادة، إذ إن الملائكة هم الذين يستمرون في العبادة لا ينقطعون ليل نهار، كما قال الله جل وعلا: يسبحون الليل والنهار لا يفترون. لكن الخطورة أيها الكرام حين يكون الفتور يعني التحول من الطاعة إلى المعصية، ومن فعل الواجب إلى تركه والتفريط فيه، وهذا هو مكمن الخطر، وهو أشبه بالانتكاسة منه إلى الفتور. ولقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أمر الفتور ما كان منه طبيعيا وما كان مذموما، فقال كما في حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما، قال عليه الصلاة والسلام: إن لكل عمل شرة، أي نشاط وقوة، إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت إلى غير ذلك فقد هلك. والحديث رواه الإمام أحمد وصححه الألباني. وفي صحيح الجامع عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر، بين القمر مضيء إذ علته سحابة فأظلم، إذ تجلت عنه فأضاء. ولا شك أيها الإخوة الكرام أن لهذا الفتور والضعف أسبابا يجمل بنا أن نتوقف عندها حتى نحذر من هذه الأسباب التي ربما تودي بالمرء إلى نهاية مؤسفة وإلى خاتمة لا يرضاها الله تبارك وتعالى. فمن أسباب الفتور والضعف في العبادة الوهن، والوهن فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: حب الدنيا وكراهية الموت، كما رواه أبو داود وصححه الألباني. ومن الأسباب أيضا العجز والكسل، وهما العائقان اللذان أكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم التعوذ منهما بالله جل وعلا، وقد يعذر العاجز لعدم قدرته، بخلاف الكسول الذي يتثاقل ويتراخى عما ينبغي مع قدرته على إزالة ذلك العجز. قال الله جل وعلا في شأن المنافقين وهم يتكاسلون عن الطاعة: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. وقد ترى الرجل موهوبا ونابغا فيأتي الكسل فيخذل همته ويمحق موهبته ويطفئ نور بصيرته ويشل طاقته. قال الفراء رحمه الله: لا أرحم أحدا كرحمتي لرجلين، رجل يطلب العلم ولا فهم له، ورجل يفهم ولا يطلبه، وإني لأعجب ممن وسعه أن يطلب العلم فلا يتعلم. وقد قال المتنبي قديما: ولم أر في عيوب الناس عيبا
كنقص القادرين على التمام. ومن أسباب الفتور والضعف في الطاعة مصاحبة البطالين من أهل الغفلة واللهو، والمرء قطعا لا بد أن يتأثر بالصحبة سلبا أو إيجابا مهما علت منزلته ومهما بلغت مرتبته، إلا أنه يتأثر بالبيئة المحيطة به. ولهذا أمر الله جل وعلا رسوله صلى الله عليه وسلم بمصاحبة الصالحين، فقال سبحانه: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. إن هذا النداء لرسول رب العالمين وخير الأنبياء والمرسلين، أمره الله بلزوم الصحبة الصالحة وألا يحيد عنهم طرفة عين، كما حذره الله جل وعلا من مصاحبة أهل السوء أو الركون إليهم، هذا وهو رسول الله، فكيف بي وبك؟ نسأل الله أن يعاملنا بعفوه ورحمته. ومن المشاهد أيها الإخوة الكرام أن الماء والهواء يفسدان بمجاورة الجيفة، فما الظن بالنفوس البشرية؟ وقد قال الناظم: ولا تجلس إلى أهل الدنايا فإن خلائق السفهاء تعدي. ومن الأسباب التي تؤدي إلى الفتور في عمل الصالحات التساهل في فعل الذنوب والمعاصي، إن للمعصية آثارا سيئة وعقوبات ربانية، منها أن يحرم العبد من الطاعة وألا تتشوق نفسه إليها. يقول الله جل وعلا: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وقال أنس بن مالك في شأن هذه الآية: هو الذنب على الذنب حتى يعمى القلب. وقيل لعبد الله بن مسعود: لا نستطيع قيام الليل، فقال رضي الله عنه: أبعدتكم الذنوب والمعاصي. وقال أحد السلف: حرمت قيام الليل 40 ليلة بذنب أصبته. وما أجدرنا الآن أن نتحدث عن علاج هذا الفتور، فإن هناك من العوامل ما يساعد على النشاط في العبادة. أجل أيها الإخوة الكرام، إنها آثار الذنوب والمعاصي، إنها آثار سيئة لها ما لها على القلب، فتصيبه بالظلمة والوحشة، فيصبح العبد بعيدا عن ربه جل وعلا، يستثقل عند ذلك القيام إلى الصلاة وفعل الصالحات، لأن ذلك الذنب قد ران على قلبه فأبعده عن الله جل وعلا. إن للمعاصي والسيئات من الآثار على القلب ما لا يجحده إلا من كان جاهلا أو معاندا. ولقد روي فيما روي من أخبار بني إسرائيل في شأن أحد الناس ممن كانوا من أهل العبادة وأهل الصلاح، وهو بلعام ابن باعورا، ذلك الرجل الذي بلغت به العبادة شأوا بعيدا، حتى روي أن الله جل وعلا علمه اسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. وبلغ هذا الرجل من الطاعة ما ذكرنا، إلا أنه والعياذ بالله تساهل في أمر الله، فجنح إلى المعاصي معصية بعد أخرى وذنبا بعد آخر، حتى بعد عن ربه جل وعلا، ثم انتكس وارتكس فأصبح من الكافرين البعيدين عن رب العالمين. وذكر الله أمره في القرآن الكريم فقال: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. لقد كان من طغيان هذا الرجل أنه حين ارتد عن الهداية وعن الإسلام جاء إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل فقال متبجحا: إني قد أذنبت وكفرت بالله وما أراه عاقبني، أي لم تنزل علي عقوبة من السماء، لم تزلزل الأرض من تحت قدمي، فأين العقوبة التي تقولون؟ كأنه يستخف بأمر الله جل وعلا ويستهتر بربه سبحانه وتعالى. فأوحى الله تبارك وتعالى إلى ذلك النبي
أن قل له قد فعلت، أي قد عاقبتك، ما هي العقوبة؟ قال قل له ألم أحرمه لذة مناجاتي في السحر، لقد كان يقوم الليل فيناجي ربه جل وعلا، فكان يجد لتلك المناجات لذة في قلبه لا توازيها الدنيا مجتمعة. أما حين أدبر عن ربه وأعرض عن مولاه فقد سلب حلاوة الإيمان ولذة الطاعة، وتلك لعمر الله هي ثمرة خبيثة من ثمار الذنوب والمعاصي. فاللهم أجرنا من الذنب والمعصية، واغفر لنا ما كان منها، وتجاوز عن التقصير، وأمتنا غير مضيعين ولا مبدلين. اللهم ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا والمسلمين أجمعين. وإلى لقاء آخر نستكمل فيه جوانب هذا الموضوع، إلى ذلكم الوقت أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. المخبتون وبشر المخبتين، وبشر المخبتين، إنهم أولياء الله الصادقون، إنهم أقوام أجسادهم بالأرض وقلوبهم معلقة في السماء، هم الذين وصفهم الله بقوله الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وبشر المخبتين، وبشر المخبتين. هذا البرنامج من تقديم فضيلة الدكتور عبد الله ابن محمد العسكر، من إخراج عبد الرحمن ابن فهد الخنفري.